لأول مرة في الكنيسة ينظم مؤتمر حول سياسة الفصل العنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين تحت عنوان بعد 54 عاما بين الاحتلال والأبارتهايد. استعرض المشاركين من أعضاء كنيسة وجمعيات وشخصيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان ممارسات الفصل العنصرية التي تنتهجها إسرائيل في تعاملها مع سكان وأصحاب البلاد الأصليين. حول هذا المؤتمر استضيف معي هنا في استوديو منظمة المؤتمر عضو كنيسة عن القائمة المشتركة السيدة عايدة توما سليمان، وعبر تقنية الزوم ينضم إلي كريم جبران مدير البحث الميداني والناطق باسم بيت سلم. أهلا بكما معي هنا في حوار الساعة. أهلا بك مريم. عايدة، وصفتي المؤتمر أو وصفتي الحال أنها ليست احتلال، لم تعد تكفي كلمة احتلال لوصف ما يجري ولوصف علاقة إسرائيل مع الفلسطينيين، ويجب تطوير وصف هذه الحالة ووصفها حتى بأبارتهايد. اشرحي لي أكثر عن هذا الموضوع. يعني هو متعارف عليه في كل العالم أن وضعية الاحتلال المفروض أن تكون وضعية مؤقتة تسيطر فيها دولة على شعب أرض أو على دولة أخرى، وهي عادة تكون مؤقتة عابرة تتحول بسرعة. اليوم نحن بعد 54 عام من احتلال المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 67. الاحتلال لم يعني هو بالتأكيد ليس مؤقت حتى الآن، طور له لنفسه ميكانيزمات قمع وميكانيزمات سلطة على الشعب الفلسطيني، طور لذاته قوانين خاصة، طور لنفسه تقنيات وطرق للسيطرة ولفرض السلطة بالقوة. بالتالي هو بدأ يسير بتسارع نحو نظام الأبارتهايد. نظام الأبارتهايد يعني في أذهان الجمهور هو متعلق بعملية الفصل التام ما بين السود والبيض في جنوب أفريقيا، أو في عدم منح مواطنين الحق في التصويت. يعني الأبارتهايد حسب المؤسسات الدولية وحسب التعريفات لديه ثلاث مواصفات أساسية، واحدة منها أنه هناك دولة تؤمن بفوقية عرق معين على عرق آخر، وبسبب هذه الفوقية هي تطور آليات لقمع الشعب الآخر. يعني إذا كان فيش يعني فيش وصف أدق من هيك للي عماله بيصير بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية. ولكن الجديد أيضا في المؤتمر أننا نقول بأنه آليات الأبارتهايد التي طورها هي آليات جزئية منها كانت موجودة في السابق، وهي تطبق أيضا في داخل إسرائيل تجاه الجماهير العربية الفلسطينية. وأكبر مثال على ذلك في هذه الأيام كل النقاش على قانون منع شمل العائلات الفلسطينية. نعم، ودعينا أنتقل إلى واحدة من المؤسسات التي شاركت في المؤتمر. كريم، شاركتم في المؤتمر، وسبق أيضا أنكم أصدرتم تقريرا قلتم فيه أن إسرائيل تقيم نظام الفصل العنصري من البحر للنهر. يعني ما معايير هذا الأبارتهايد الذي تقيمه إسرائيل في هذه المنطقة؟ شملتم 67 و48. بالتأكيد. بداية مساء الخير إليك وللرفيقة عايدة وللإخوة المشاهدين. بالتأكيد منظومة الأبارتهايد هي ليس فقط متواجدة بداخل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67. صحيح أنه هناك احتلال، صحيح أنه هناك في حكم عسكري، صحيح أنه هناك قوانين عسكرية بتتحكم بالواقع داخل الضفة الغربية وحصار قطاع غزة والتحكم بقطاع غزة، ولكن أيضا منظومة الأبارتهايد تمتد حتى داخل الخط الأخضر. وعندما ننظر أكثر عمقا لما يحصل على الأرض بنلاحظ أنه كل القوانين وكل الممارسات اللي تمارس من قبل الدولة هي تكريس لمنظومة الأبارتهايد، تكريس لسيادة العرق اللي هو العرق اليهودي على الباقي التركيب السكاني وتحديدا على العرب أو الفلسطينيين داخل إسرائيل. من خلال يعني إذا نظرنا إلى قانون الأراضي والسيطرة على الأراضي بنلاحظ أنه هي في هناك تكريس للملكية الأراضي والاستخدام الأراضي فقط لليهود أو بشكل أساسي لليهود. ومش صدفة أننا نتكلم أنه منذ عام 1948 لغاية اليوم لم يبنى أي مدينة عربية
داخل الخط الأخضر، وفقط بني مجموعة من القرى داخل منطقة النقب، والهدف منها كمان هي نهب أراضي المواطنين العرب والفلسطينيين في داخل النقب وتجميعهم في داخل القرى محددة. قضية الحديث أو الحق العودة أو جمع شمل العائلات، واللي هو يعطى بشكل تلقائي لليهودي كون يهودي في أي دولة بالعالم، ولا يعطى للمواطن الفلسطيني اللي حتى جذوره موجودة هون واللي أهله موجودين هون واللي عائلته موجودة هون، هو لا يعطى الحق بأنه يدخل ويعيش داخل الخط الأخضر أو حتى داخل منطقة الضفة الغربية. مضمونة القوانين كلياتها حتى يعني إذا نظرنا أكثر عمقا، يعني القانون القومية واللي هو كان بشكل سافر يعني بيان للوجه الحقيقي لمنظومة الأبرتايد وتكريس السيطرة العرقية للعرق اليهودي داخل الدولة، دفعنا أن نتكلم عن أنه في منظومة أبرتايد هي بتسود ليس فقط داخل الأراضي الفلسطينية عام 67 بل أيضا داخل الخط الأخضر، وتكلمنا عن منظومة أبرتايد من النهر للبحر بكل الإقليم بكل المركبات السكانية الفلسطينية اللي هو حاول يشظيها لمجموعات سكانية بحقوق مختلفة. يعني الفلسطينيين داخل الخط الأخضر عندهم حقوق أكثر من الفلسطينيين داخل القدس المحتلة، القدس المحتلة عندهم حقوق أكثر من الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، اللي داخل الضفة الغربية عندهم حقوق أكثر من داخل غزة، ولكن جميعنا بنشترك في قضية واحدة إنه اليهودي عنده حقوق أكثر في كل مناحي الحياة. نعم، من ناحية قوانين ومن ناحية منظومة. طيب عايدة، يعني تحدثوا العديد من الجمعيات أيضا، الآن هناك تحقيق دولي بكل ما يتعلق بموضوع الاحتلال، ما أهمية إقامة هذا المؤتمر داخل الكنيسة، داخل هذا المبنى الذي يشرع هذه القوانين؟ أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنه نحن كممثلين عن الأقلية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، اللي منواجه يوميا منظومة قمعية ومنظومة تحاول أن تكرس هذا النظام اللي اسمه أبارتهايد، أو أن تسمح بتغلغله أكثر وأكثر بشكل ممنهج داخل أنظمة الدولة، علينا واجب أساسي هو رفع سقف الخطاب السياسي ومواجهة إثارة التحدي أمام الأغلبية اللي انجرفت في السنوات الأخيرة إلى مسار يعني فيه الخطاب السياسي يتجاهل استمرار الاحتلال، يحاول أن يخفي جرائم الاحتلال وينزلها من طاولة البحث. نحن أعدنا وبقوة القضية الأساسية التي تثير، إذا كان حتى من يهتم يعني بيقولوا لك النظام السياسي في إسرائيل مأزوم، هل هو مأزوم بسبب نتنياهو الشخص؟ هل هو مأزوم بسبب أكم زجاجة شمبانيا وسيجار؟ أم هو مأزوم لأنه القضية المركزية يتم تجاهلها وتعميقها في نفس الوقت، اللي هي الاستيطان وهي الاحتلال وهي تعميق نظام شبيه بنظام الأبارتايد؟ يجب أن يعود الحوار السياسي للقضية المركزية. الأمر الآخر في إثارة موضوع الأبارتايد تزامن أيضا، يعني أردت أن يكون هناك تزامن مع انضواء جزء للأسف من ممثلي الجماهير العربية الفلسطينية تحت لواء حكومة يمينية ودخولهم إلى الائتلاف. هذا الدخول للائتلاف فيه رمزية كبيرة، فيه قول واضح بأن من دخل إلى الائتلاف يقبل بالمنظومة الموجودة، يوافق عليها، يقبل باستمرارها، وهو لا يتحداها وإنما ينغمس فيها. هذه المنظومة اللي بدها تفرغ مواطنتنا إذا كان من خلال قانون القومية أو من خلال قوانين أخرى من مفهوم المواطن الجوهري اللي فيه حقوق قومية وحقوق مدنية، ويحولنا إلى رعاية ننتظر فقط بعض الميزانيات، كان من الواجب أن يوضع النقاش الحقيقي على الطاولة. هناك احتلال، هناك قمع، هناك محاولة لتفريغنا ونزعنا من النزع المواطني حتى تنزع منا حقوقنا، وهذه هي الصورة. انظروا في المرآة، المجتمع الإسرائيلي حان له أن ينظر في المرآة. طبعا شفنا في المؤتمر أنه الرد تاع اليمينيين المتطرفين
كان مش انهم يشوفوا حالهم في المراي انما يكسروا المراي عشان ما يقدروش اجوا على المؤتمر وحاولوا يفجروا. هن استعرضوا، انا كيف ما شفت المؤتمر هن استعرضوا الابارتهايد داخل اروقه الكنيسة. هم مارسوه الامر الاخر اللي كان مهم يعني في انه المؤتمر يكون داخل اروقه الكنيسة، هناك يعني دائما هذا الادعاء الفارغ اللي هو فيه فوقيه الرجل المستعمر الابيض اللي بيقول احدى دلائل الديمقراطيه في اسرائيل وجودنا احنا داخل داخل الكنيسة. هدفي كان ان اتحدى اين هي حدود الديمقراطيه اللي بتحكوا عنها. هل راح تتحملوا او تتحمل ديمقراطيتكم الزائفه ان يطرح مثل هذا الموضوع داخل الكنيسة؟ وانا اعتقد الرسائل اللي ارسلت تطالب بالغاء المؤتمر، حملة التخويف والترهيب قبل المؤتمر والضغط، والحملة الإعلامية يعني اللي شنت حرب علي لطرح هذا الموضوع تؤكد تماماً أنه هاي الديمقراطية مش واسعة كفاية وإحنا لازم نشتغل أنه نوسعها. طيب كريم، يعني أنتوا أصدرتم تقرير، Human Rights Watch أصدروا تقارير، الآن هناك مرحلة جديدة أو خطوة جديدة وهو انتقال هذه التقارير أيضا إلى أروقة الكنيسة والتحدث بها داخل الكنيسة وتسييسها ربما. ما رأيك في هذه الخطوة؟ كيف تساهم في نشر التقارير أو في العمل على بعض التوصيات التي أصدرتموها؟ يعني بالتأكيد المؤتمر في الكنيسة كان مهم جدا، نتيجة أنه حاول يسمي المولود باسمه. تقرير بتسالم وتقرير هيومان رايتس ووتش وصف الحالة، وصف الوضع السائد بكامل الإقليم. الحديث في الكنيسة ومن قبل أعضاء الكنيسة حول هاي القضية بالتأكيد راح يكون لها صدى أكبر، نتيجة أنه حتى وسائل الإعلام وما قام به الفاشيين الجدد بداخل الكنيسة من خلال استهداف عايدة واستهداف موسي واستهداف المؤتمر كمؤتمر، هو أكيد عمل نوع من الدعاية الإعلامية للموقف اللي هو والتوصيف الحالة الأبارتايد. باللحظة احنا انه خلال الفترة الأخيرة صار في هناك استخدام أكثر وأكثر في وسائل الإعلام الدولية وفي من قبل سياسيين دوليين لمصطلح أبارتايد، وهذا المطلوب من قبلنا كمؤسسة ومن قبل هيومان رايتس ووتش انه نتكلم عن الوضع كما هو والواقع كما هو بدون عملية تجييف للواقع أو بدون عملية تحوير للواقع. ما يحصل هنا هو منظومة أبارتايد، ما يحصل هنا هو تكريس لفوقية يهودية في داخل جميع الإقليم. كل الممارسات وكل القوانين اللي تم سنها واللي بتمارس حتى لو ما كانت واضحة بشكل كامل هي موجودة، منظومة أبارتايد تسعى بشكل يومي لتكريس هاي السيطرة. المطلوب اليوم يعني ان فضح هاي المنظومة وإظهارها على حقيقتها والتوقف عن الحديث عن ان اسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة بالمنطقة. لا، هي اسرائيل دولة ابارتايد بامتياز، ممارساتها هي ممارسات ابارتايد، قوانينها هي قوانين ابارتايد وتمارس ضد الفلسطينيين، كل الفلسطيني المتواجد على في هذا الاقليم. بالتالي نعتقد انه كان في كثير اهميه للمؤتمر وحتى داخل الكنيسة تحديدا من قبل نواب عرب اللي تكلموا برضو كمان عن منظومه الابرتايد، عن وجود منظومه ابرتايد. نعم، طيب يعني بتسالم اصدر التقرير وايضا في داخل المؤتمر كان هناك عديد من الجمعيات منها يجدين تحدثت عن ممارسات الابرتايد وهيومان رايتس ووتش، ايضا عمر شاكر الذي تحدث وحاولوا يعني ان يوقفوه بالقوه. هذه التقارير وهذا المؤتمر ماذا يمكن ان يبنى عليه مستقبلا؟ أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر أولاً يجب النظر إليه كعلامة فارقة في محاولة التأثير على الخطاب السياسي وبالأساس على الخطاب السياسي اليساري داخل، لأنه موسي راز كمان، بس عشان نذكر الموضوع، موسي راز شارك معك في تنظيم المؤتمر. طبعاً المؤتمر قمت به بالشراكة مع موسي راز مثل كثير من المؤتمرات المتعلقة بالاحتلال عادة في السنوات الأخيرة نحن نقوم بها بشراكة. ويعني علي أن أقول يعني بأنه مورست ضغوطات كبيرة على موسي راز بكونه جزء من الائتلاف الحكومي في ميرتس أنه يلغي مشاركته، ولم يحضر أي من نواب ميرتس الآخرين
هذا المؤتمر، رغم أنه المتبع في الكنيسة عندما يقوم عضو كنيسة بالدعوة لمؤتمر أن يحضر على الأقل زملاء من الكتلة نفسها، ولكن هذه مقولة ومقولة سياسية برأيي يجب أن يتم الكشف عنها عندما يتغيب أعضاء ميرتس عن مؤتمر يتحدث عن الاحتلال. هذه علامة فارقة تحاول أن تفرز الخطاب وأن تجعل هناك وضوح، يعني لا يمكن بعد التأتأة في هذه المواضيع أو إخفائها عن الخارطة. يمكن أنا برأيي يعني أولاً هذا الخطاب وهذه التقارير التي أتيت بها من خلال المؤتمر، تقرير رائع لبتسالم، لهيومان رايتس واتش، ليكسرون الصمت، يجب أن تتحول إلى خطاب يصل إلى الجمهور. وأنا أعتقد يعني أنا هناك أيضاً أكاديميين عرب ويهود بحثوا هذا الموضوع، كتبوا فيه المقالات، حللوا البنية السياسية التي تقود إلى الأبارتهايد. آن الأوان أن نبدأ هذه نقطة انطلاق في تحويل هذا الخطاب إلى خطاب أكثر شيوعاً بين النشطاء السياسيين والاجتماعيين، أن يبدأ المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني يطلع على هذه الحيثيات ويستعملها في خطاب المواجهة أمام الاحتلال. المعركة ضد الاحتلال لم تنتهي. هذا لا يعني بأنني الآن أغير جدولة أهمية النضالات، ولكن النضال ضد الاحتلال لم ينتهي. وعلى المجتمع الإسرائيلي هناك مقولة شائعة مريم، نحن على الأقل الشيوعيين نقولها دائما، بأنه شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا، بمعنى أن تبعات الاحتلال تتغلغل في المجتمع الإسرائيلي الاحتلال نفسه. بالتالي ادعاء الديمقراطية الزائف والوهم بأنهم يعيشون في ديمقراطية يجب أن يتحطم، ويفهم المجتمع الإسرائيلي بأنه هو يخسر أيضا في هذه الممارسات، ويقود نفسه إلى وضعية البيض استفاقوا منها في جنوب أفريقيا قبل. طب ودوليا يعني هناك، أوكي حكيت عن المجتمع الإسرائيلي عن المجتمع الفلسطيني، هناك جمعيات إسرائيلية تتحدث لأول مرة عن منظومة أبارتهايد، كيف يمكن يعني أخذ هذه التقارير وهذا الخطاب وهذا النضال ورفعه للمجتمع الدولي؟ يعني أولا في لجنة في الأمم المتحدة هي لجنة مناهضة الأبارتهايد اللي شوية تجمدت أعمالها أو خفت أعمالها بعد سقوط الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. يمكن أنا الآن لا أريد التسرع لأنه لم أبحث ذلك في بشكل جدي مع الجمعيات. هذه هي المرحلة الثانية، سوف ندعو لاجتماع لكل المؤسسات التي شاركت في المؤتمر لكي نفحص ماذا بعد الآن. أردنا أن يكون ذلك في المؤتمر، يعني إحنا النصف الثاني من المؤتمر كان مخصص للنقاش حول ماذا بعد، ولكن بسبب جعجعة المستوطنين الفاشيين تأخر النقاش. السؤال الآن، هل نريد أن نذهب للأمم المتحدة مثلا ونقول لهم تفضلوا عندكم لجنة بتفحص موضوع الأبارتهايد وتناهض الأبارتهايد، هذه هي تقاريرنا، هذه هي مقولاتنا، افحصوا الوضع في إسرائيل. خصوصا أنه في لجنة التحقيق الآن فيما يتعلق بجرائم إسرائيل نعم، ولكن كتير مهم أنه نتذكر بأنه التحولات على المستوى الدولي لا تحصل بيوم وضع، يعني ليلة ويوم، وإنما هي بعمل معمق. نحن نعرف أنه هناك مصالح سياسية، يعني قبل يومين كان في نقاش في الأمم المتحدة على تمديد العقوبات على كوبا، 182 دولة أو 180 دولة صوتت ضد العقوبات، دولتين صوتوا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ففي مصالح وفي رعايات، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعطي غطاء لإسرائيل وإسرائيل تعطي غطاء للولايات المتحدة الأمريكية وغيرهن. فبالتالي هذا عمل جدي بده متابعة ومش بنتيش بيوم وليلة. طيب يعني كريم سأنتقل إليك بنفس السؤال ولكن بصيغة يعني مختلفة أو ببند مختلف. هذا الخطاب والتحول في هذا الخطاب بمؤسسات حقوق الإنسان إن كانت إسرائيلية أو فلسطينية أو دولية، وتحويل كلمة احتلال إلى أبارتهايد وإلى جرائم ضد الإنسانية، ما أهمية هذا التحول في الخطاب على صعيد النضال في الساحات الدولية؟
يعني العالم على مدى سنوات طويله بتعامله مع منظومه الابارتايد بجنوب افريقيا طور اساليب واليات لمحاربه هذه المنظومه، ومما ادى الى انهيار هذه المنظومه. اليوم احنا بنتكلم عن الوضع داخل المجتمع الاسرائيلي او السيطره الاسرائيليه كدوله على الاقليم كامل الاقليم، بالتاكيد لن يكون هناك تغيير فقط من الداخل، في هناك اهميه للمجتمع الاسرائيلي لانه يعرف الواقع، يعرف شو الموجود وشو التسميه الواقع اللي هو بيعيشه. ولكن اليوم احنا بنشوف انه اكثر امكانيه للتغيير هي من الخارج. صحيح هاي القضيه قضيه صعبه، صحيح بدها فتره طويله، بدها عمل دؤوب من قبل الجميع، ولكن العامل الخارجي بتوقع انه هو عامل اساسي في احداث عمليه تغيير في الواقع. اليوم احنا بنتكلم عن الاحتلال بمارس سياسه استيطانيه، انفلات يعني اجرامي في التعامل بالقمع، بالتعامل مع انتهاكات حقوق الانسان داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله، بدون ما يكون في هناك ضغط دولي، بدون ما يكون هناك منظومه دوليه تحاسب من يقوم بهاي العمليات، بالتاكيد راح تستمر. وكذلك منظومه الابارتايد، بدون ما يكون في هناك راي عام ضاغط من اجل انهاء هذه المنظومه، راي عام ضاغط من اجل محاسبه القائمين على هذه المنظومه، خاصه نحن نتكلم عن انه الفصل العنصري او التمييز العنصري هو جريمه ضد الانسانيه، وهذا ما يحصل بالتحديد على الارض، هذا ما يحصل ويمارس في جميع الاقليم. حتى لو نظرنا الى الجانبين الخط الاخضر، هي نفس السياسات تمارس، مورست سنوات طويله داخل الخط الاخضر، واليوم تمارس ايضا داخل الضفه الغربيه وقطاع غزة من خلال عمليات الحصار، نهب الأراضي وتحويل الفلسطينيين داخل جيوب معزولة وكانتونات، حتى داخل الخط الأخضر هي نفس السياسة التي تمارس داخل الضفة الغربية، السيطرة وتكريس الأراضي بشكل كامل للكل، لليهودي وللجمهور اليهودي، هو مظهر مظاهر الأبارتايد. كل ذلك يجب ان نسميه باسمه، كل ذلك يجب ان نحاول نخرج بذلك للمجتمع الدولي و يعني نعلن موقفنا بشكل واضح وبشكل جريء. هذا ما نقوم به، وهذا ما يجب ان يستمر ويتم تكريسه واطلاع الراي العام الدولي عليه والمجتمع الدولي، الامم المتحده وغير الامم المتحده يجب ان يكون لهم دور في يعني وقف هذه المنظومه ويعني انهاء هذه المنظومه بشكل كامل، هي منظومه الابارتايد. صحيح، هذه المنظومه عايده تدخل ايضا الى العائله الفلسطينيه من خلال قانون لم شمل منع لم شمل العائلات الفلسطينيه، الى اي مدى بتشوفي انه هذا جزء لا يتجزا من منظومه الابارتايد، كل موضوع قانون منع لم الشمل؟ يعني كما قلنا قضيه الابارتايد هي تؤمن بفوقيه عرقيه لجانب معين على الجانب الاخر او على الشعب الاخر، وهي تؤمن بأنه يجب تكريس منظومة سلطة على الشعب الآخر اللي في هاي الحالة الفلسطيني، حتى تكفل هذه الفوقية للشعب الأول اللي هو في هذه الحالة اليهود. قانون لم الشمل جاء بالضبط لهيك، عشان يضمن استمرار يهودية الدولة والخطر يعني والخوف اللي سكنوه في داخلهم من منطلقات عنصرية للخطر الديموغرافي، فيمنع الفلسطيني من أن يقيم حياة عائلية طبيعية يلم شمل عائلته إذا كان أحد من الأبناء العائلة هو من عبر الجدار من المناطق الفلسطينية المحتلة أو فلسطيني من أماكن اللجوء المختلفة. بالتالي هذا القانون يعني هو مش بس بضر أو بثبت محاولة نهب أولاً الرواية إنه إحنا أصحاب البلاد، ثانياً نهب الرواية اللي فيها وكأنه إحنا خطر على دولة إسرائيل، وبالإضافة لهذا نهب مواطنتنا إحنا كفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل. عملياً إيش الفرق بين يعني ما هو شو الأبارتايد؟ مش الأبارتايد كمان إنه يكون في منظومتين قوانين في نفس الإطار تاع الدولة الواحدة؟ طب كيف يعني القانون بعطي حق العودة لليهودي أو يعني الهجرة لإسرائيل وبينما بمنع حق العودة على الفلسطيني؟ كيف القانون المواطني بعطي حق لليهودي يجوز مين ما بده يعطيه تاني يوم المواطني، بينما بمنعني أنا الفلسطينية من أني أو أي فلسطيني يختار شريكة حياته ويمنحها المواطنة زي اللي هي؟ إذا في منظومتين قوانين
للمواطنين في إطار الدولة الواحدة هذا جزء من الأبارتايد، هذا هو الأبارتايد، يعني هذا هي نظام الفصل العنصري. مش بس لما في شارع للسود وشارع للبيض، لما في قانون للبيض وقانون للسود، قانون لليهود وقانون للعرب، هذا نظام أساسي في الكرامة، في الزواج أساسي. في الخيار للعرب ومختلف لليهود. يعني واعترفوا هذا الأسبوع، يعني هذا الأسبوع عندما بدأت الصراعات بين اليمين نفسه اليمين الإسرائيلي، قالوا جماعة الليكود إنه ادعاء الأمن، يعني بما معناه إنه هدول بشكله خطر على دولة إسرائيل، هذا ادعاء فارغ، تصدقناش، مش هذا هو الموضوع. الموضوع المركزي هو يهودية الدولة والقضية الديموغرافية، وإحنا بدناش يزيد عدد الفلسطينيين في البلاد. صحيح هذا يعني. صحيح. كريم، من زاويتك كيف بتشوف قانون منع لم الشمل؟ يعني في كثير من المرات في لقاءاتنا مع وفود أجنبية، إحنا كنا نتكلم عن هاي القضية، كنت أحكي لهم بشكل واضح إنه الفلسطيني بالداخل إذا كان بده يحب، قبل ما يحب لازم يسأل شو هوية الطرف الآخر، لازم قبل ما يحب العلاقة وقبل ما يحب وقبل ما يترك لمشاعره إنها تطلع. وهذا ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من خلال تكريس هذا القانون. وذكرت الرفيقة عدة قضية جوهرية، القضية مش قضية إنه أمن أو مسألة إنه بدنا نخفف من يعني من المخاطر الأمنية، لا، القضية قضية مسألة ديموغرافية، تكريس الأغلبية اليهودية داخل المجتمع، تكريس السيطرة اليهودية داخل المجتمع، قضية حق العودة، يعني ومسألة الجمع الشمل ممكن تكون هي صح بتمس آلاف العائلات، ولكن هناك عشرات آلاف بل مئات آلاف الفلسطينيين اللي عندهم أقارب وعندهم أهل وعندهم جذور في هذه الأرض، هو لا يسمح لهم لأنهم فلسطينيين بالدخول إلى هاي البلاد. بينما اليهودي اللي عنده علاقة بالأرض من 4000 سنة بجوز يقول، وبنعرفش إذا كان هو أصلا يهودي ولا مش يهودي، عنده الحق بمجرد إثباته أنه يهودي عنده الحق بأنه يدخل ويحصل على الجنسية بالمطار بدون قبل ما يدخل البلد. هاي هي منظومة أبارتايد. نعم. لما نتكلم عن الحقوق اليوم إحنا بنلاحظ أنه في داخل القدس المحتلة دعي الشيخ جراح في بطن الهوى في ادعاء لملكيات يهودية منذ 200 سنة أو 150 سنة، بينما الفلسطيني اللي تم إبعاده من القدس الغربية واللي ساكن اليوم كلاج الشيخ جراح وتم إعطاه هاي الأرض من أجل أنه يقيم عليها كتعويض، أو مش جزء بسيط جدا، يعني مش تعويض هي بقدر ما هو أنه مكان يقيم فيه بدل الأرض اللي نهبت بداخل 48 أو بداخل الخط الأخضر، لا يحق للفلسطيني هذا بمطالبة بهاي الأرض أو بهذا البيت، ويحق للجمعيات الإسرائيلية المطالبة بهاي الأملاك. عندما هناك قرارات لمحكمة عادل وأكثر من قرار محكمة لسكان إقلت وبنعم لهم يعودوا لبيوتهم ولقريتهم اللي لحد الآن قائمة ولا يمكنوا من ذلك، بينما اليهودي اللي بيجي من أي بقعة من بقاع الأرض بيجي طالب بأملاك منظومة 200 عام وبترد الفلسطيني منها. هذه هي منظومة الأبارتايد اللي نتكلم عنها، وليس فقط في داخل المنطقة المحتلة أو الإقليم المحتل. نعم، إنها منظومة كاملة أو نظام كامل ضد الفلسطينيين، يعني بشكل أنها تكرس هذه السيطرة اليهودية. نعم. لما خلال الأحداث الأخيرة اللي تمت طريقة التعاطي مع المواطن الفلسطيني داخل الخط الأخضر، كمية الاعتقالات، كمية التحرير على المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، كل هذا بدلل على أنه في هناك منظومة عميقة جدا وبتم تعميقها يوم. نعم. بعد يوم. صح أنه مش نفس المنظومة اللي كانت موجودة في داخل جنوب إفريقيا، ولكن الأبارتايد هو مش نسخة واحدة. نعم. هناك نسخ من الأبارتايد، والأساس من قضية الأبارتايد قضية السيطرة عرق على عرق، سيطرة مجموعة. نعم. وتطوير آليات أيضا وتطوير آليات أيضا لممارسته على أرض الواقع. شكرا لك كريم جبران، مدير البحث الميداني والناطق باسم بيت سالم باللغة العربية وعضو الكنيسة عن القائمة المشتركة السيدة عايدة توما سليمان، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم.